يا حاج سعاد كانت عاوزه تقول لك كلمتين. هي سعاد محتاجه الاذن عشان تتكلم معايا. تعالى يا بنتي اقعدي اقعدي تعشي معايا. الحمد لله يا بابا سبقناك. بابا ان شاء الله بكره الصبح هنزل ادور على شغل. شغل ليه يا بنتي؟ انت ناقصك حاجه؟ العفو بس اهو اسلي روحي بدل ما انا قاعده حاطه ايدي على خدي كده. وماله يا بنتي؟ بس اصبري شويه لما نقول لجوزك. وهو فين جوزها ده؟ هو بيسال عليها من اصله؟ خليها تنزل تروح الشغل تشوف ناس وناس يشوفوها بدل الهم اللي هي فيه ده. استني انت يا ام سعاد. ما هو شغل يا بنتي معناه استقرار هنا، وده يبقى معناه انك مش ناويه ترجعي لجوزك تاني. انا فعلا مش ناويه ارجع، بس مش لجوزي، لا مش ناوي ارجع للعيشه هناك. انا خلاص يا بابا ما بقتش قادره استحمل اللي بيحصل هناك. وانا يا بنتي ما يرضنيش اني احملك فوق طاقتك، وان شاء الله لما يجي راضي انا هتكلم معاه عن موضوع قعدتك هناك، يا اما يوفر لك راحه الاعصاب ويبعد عنك اذى المؤذيين، يا اما يجي يقعد معانا هنا واحنا نشيله في عينينا. ده اذا جه. وعشان سعاد مش في البيت تلاقيني وحيد وساكت على طول. الحقيقه انا حاسه بذنب فظيع. ليه؟ حاسه ان انا السبب في كل اللي حصل. مين قال كده؟ انت ناسي اتصالي بيك في البيت، غير انها شافتنا قبل كده واقفين قدام المدرسه مع بعض، وقبلها حكايه البلاغ، يعني حاجات حصلت ورا بعضها كده، اكيد ده عمل لها توتر عصبي. لا 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 لا، اللي حصل ده كان طبيعي. الموقف كله كان عامل زي القنبله الموجوده. سعاد بتتعرض لضغوط شديده، انت براها تماما. حكايه الخلفه بقى واللي بتسمعه من كل اللي حواليها، سواء بقصد او من غير قصد، كل دي خلاها تقع تحت ضغط شديد. وانا عذيرها. طالما عذرها ليه خليتها تمشي؟ يعني سايبها عند اهلها كده كام يوم عشان تريح اعصابها وتهدى وتسترد توازنها. بس هي ممكن تفهم عدم روحك ليها ده بمعنى مختلف. لا 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 ما اعتقدش. سعاد عقل. طب وانت؟ اني ايه؟ الوحده اللي انت فيها دي هتعمل فيها ايه؟ ان جيتي الحق، اني شويه اللي بقعدهم معاكي دول بيريحوني وبيقضوا على اي شعور عندي بالوحده. يا نعيمه انت يا وليه اللي اسمك نعيمه يا اللي في الدار. في ايه؟ جرى ايه؟ ايه الغلغله اللي انت عاملاها دي؟ حد يعمل لي كوبايه شاي بحليب. حد من يا الدلعادي؟ ما حدش فاضي يعمل لك حاجه يا اختي. اللي عاوز حاجه يعملها. هي دي وصيه الحاج ليكي؟ ده مأكد عليكي ما تخليش انزل السلم ابدا. ما حدش قال لك انزلي يا عيني، لكن كمان ما احناش فاضيين لدلعك. نعيمه ايديها مش فاضيه عشان تعمل لك شاي. يعني انت عايزاني اني اعمل الشاي؟ خلاص وصية الحاج ما بلاش قيمه؟ لا يا حبيبتي، انا بنفذ وصية عمي ونص وثلاث ارباع كمان. ده انا مش مخلياكي تحط ايدك في جنس حاجه. الاكل وبتاكلي في وسطيني، هدومك وغسيلك واوضتك ونعيمه بتعملهم لك اول باول. عايزه ايه تاني يا اختي؟ نشيلك ونمشي بيكي ولا نسندك ونقول لك تاتا تاتا خط العتبه؟ قال على راي المثل، اكل ومرعه وقله صنعه. ايه ده ايه ده؟ كل ده عشان طلبت كوبايه الشاي؟ ما حبكش الشاي دلوقتي يا اختي، لما نعيمه تيجي تعمل شاي تبقى تعمل لك معاها. الله يرحم ايام زمان بقيت صاحبه مزاج. خلاص الله يرحم. حكم اهلا يا جلالي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اتفضلي يا اختي تعالي. يجيب فضلك يا غالية. ايه اللي انت شايلاه ده؟ انت كنت في السوق ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ده الشاي والزواده. زواده؟ يوجدك ايه يا جليلي؟ واحنا ما عندناش اكل يا بنت ولا ما عندناش شاي نشربهولي؟ انت اصلك مش فاهمه، انا عملت كتير الصبح، قلت اجيب فطرتين تدوقي معايا. يا اختي تسلم ايديك، تعيشي وتسلمي. وريني يا اختي عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. ايه ده يا جليل؟ ده الشاي. يوه وجايبه كوبايات كمان. دي مش كوبايات، ده هج. يوجدك ايه يا جليلي؟ يلا يلا، انت مكسوفه من ايه؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا ايدك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا ابله جليل؟ ابله الهي ربنا ينتقم منك. شايفاني يا بنتي لابسه بنطلون كاوبوي ولا لابسه مرباطات؟ جليل اقعدي يا جليل. الابله اقعدي يا بنتي يا حسني. اقعدي بلا نفوخك. معلش حقك عليا. نبدا ايدك يا غاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي حته. لا نفسي فيه برضه. لا بعينك عشان خاطري عاوزه ادوقه. قلت لا. جليل اديها حته يا اختي عينها فيه. قلت لا وبتكلم عربي. يوه قولي. طب هاتي شويه شاي من ده. انت فاكره ان الشاي ده يعرفوا يشربوا لي زيك؟ ده شاي مخصوص، شاي اكابر، شاي بالنعناع. ما ينفعكيش. يا سلام.
يا جليل بقول لك ايه، جليل اديها شويه شاي يا جليل، ما حصلش حاجه. اتخابط دي كوبايه تاني، خدي خدي يا حبيبتي. هاتي يا اختي. على ايه ده كله؟ ده حتى طعمه مسخ ويقرف. مسخ يا مسخه، يا اللي ما بتعرفيش تستطعمي، يا رميه يا عصعيس النقاريه، يا المنت النسوان، يا اللي كنت بتشربي مكان غسيل الصحون وتقولي عليه شوربه. يا نهار اسود، حرام عليكي، امال كل ما اتكلم تزعق فيا كده؟ ادي يا حبيبتي دوري يا تجاره. جرايه يا جليل، ده انت برضه الكبيره. كبيره؟ الهي تكبر عيلتك، الهي ربنا ينتقم منك يا بنت رابحه، لا تكسبي ولا تربحي يا رب. ايوه طيب حاضر. طيب اتأخرتي ليه؟ قلقتيني عليكي. معلش يا ماما، اصل النهارده لفيت لفه محترمه، بس الحمد لله ربنا وفقني. والنبي لقيتي شغل؟ ايوه يا ماما الحمد لله. مش كان احسن برضه يا بنتي انك تتصلي بينا وتدينا خبر؟ ده انا وامك قاعدين على نار. معلش يا بابا، اصل انتظرت مديره المدرسه النهارده لفتره طويله لان عدد المتقدمين كانوا كتير قوي. اه دي مدرسه خاصه بقى. ايوه يا بابا. يجعلها ادم السعد عليكي يا رب. يا رب يا ماما. مش كان احسن برضه يا بنتي تشوفي مدرسه حكوميه تبع التربيه والتعليم؟ مش كان يبقى افضل؟ يا بابا الحكايه دي محتاجه صبر. ليه يا بنتي؟ ده حتى مدرسين اللغه العربيه مطلوبين جدا. بس تعيين الحكومه يا بابا عايز وقت، وانا عايزه اشتغل بسرعه زي بعضه يا حاج. خاصة المهم تتسلى. وحضرتك لو شفت المدرسة هتنبسط منها قوي، نظيفة ومستواها راقي، ده غير انها قريبة من هنا. والنبي صحيح، يا ما انت كريم يا رب. ربنا يا بنتي يريح قلبك ويحقق لك كل اللي يساعدك. يا رب يا حبيبتي، ويخبز لك فيها العيش ما دمتي مبسوطة منها كده. يا رب يا ماما. بس هرجع واقول لك ما تنسيش انك على ذمة راجل، لازم تديله خبر وتستأذنيه. وهو فين يا بابا علشان استأذن منه؟ لو كان عاوزني كان اتصل بيا ولا حتى عبرني.